وكمان هنضيف الملبن زبدة. وادي الزبدة وانت حطيت العجوة والزبدة. يخرج المكسرات مع الملبن. امكسهم مع بعض. تمام. تعالي بقى على ما نمكسهم مع بعض نعمل عجمية. يعني احنا بنجهز كل الايه الانجريدينت بتاعنا. انا بتلخبط بقى بين العجوة والعجمية. العجمية فيها اي نوع مكسرات وفيها سمسم وسميد. هنحط معلقة سمنة على النار. ايه بنعملها كور صغير. الله ينور عليك. حشوات العجمية بقى تقدري تحطيها لعين جمل، تقدرها بندق، لوز، فستق، زي ما انت عايز. لما اهم حاجة يبقى فيها سميد وفيها سمسم وفيها النطس وفيها عسل ابيض. عسل ابيض طبعا. فاهمة ازاي؟ ماشي. عشان تكرمليه. واحدة واحدة كده. ادي مقادير العجمية اهو. حطينا سمنة بتاعتنا. والعجينة أهم حاجة بعد ما عجناها الكيلو دقيق، وحطيت له 400 جرام، ربع كوباية من السميد، ربع كوباية سكر، وحطيت له معلقة صغيرة ونص من ريحة الكحك، وحطيت له كمان باكو بيكنج باودر وسنة ملح. عجنته كله نص كيلو سمنة الكيلو الدقيق أو 400 جرام سمنة الكيلو دول، عايزاه ناعم متحمل ما يتكسرش منك. وبعد كده عجينه وأسيبه يستريح تلت ساعة. أنا هتشوفي بقى بعد فطار ما تجربيه إن شاء الله هيعجبك جدا. هيعجبك جدا. ريحه فايحه والله. معلقه سمنه بلدي حطيناها، ريحه طلعت عليك اهو. احمص فيها ايه؟ نص كوبايه سميد بتاع الايه؟ بتاع البسبوسه. بتاع البسبوسه احمصها فيها كويس، تاخد اللون الذهبي الفاتح عشان تحس ما تحسيش بطعمها في الحشو. بص بدات تعمل كرابل ازاي، ما خدت الزبده خطيره. اروح جاي اضيف لها ايه؟ هو الواحد جعان كده ليه النهارده؟ نص كوبايه سمسم محمص. يا شيف الريحه طلعت عليك السمنه؟ لا انت عارفه العين بتشبع والريحه بتشبع، بتخش الاستوديو تلاقي ريحه الاكل. فبتشبعك. انا طول النهار ببقى شبعان عشان ايه؟ شايف ريحه الاكل. عشان ريحه الاكل. بص عامله ازاي، بص يا جوه يا لمي، شايفه التريكات والحركات يا جمال يا جمال يا مكرم. ولا ايه؟ ليه شايف كده؟ بص احط بقى مكسرات بندق فستق عين جمل للايه او سوداني للايه؟ المتاح للعجميه المتاح قدامك. اروح حاطه له سنه قرفه باودر، محتاج سنه كمان، احط له سنه كمان قرفه. الله، كل ده للعجميه. للعجميه. واجيب له نص كوبايه عسل ابيض. وهو متحمص كده كويس، هتاكد كله اتحمص. الله الرهوه. ارجع للحاجه اللي في الايه؟ مع في الميكروويف مع السمنه. جبتها ربيع؟ مش كلها جبتها ربيع. العسل بتحطه امتى يا شيف؟ لما يتحمص خالص؟ العسل اخر حاجه. الله على ريحه القرفه. بصي بقى يا حسني يا لميس، ماشي، جبت حسني الايه؟ حسني ولميس كلنا معاك. جبت الايه؟ الحشوات اللي انا عملتها ملبن وسمنه وزبده وعجوه وزبده، عملتها كور صغيره. خدت بالك ان الكويرات الكويرات بتعمل ايه في الوزن؟ لو تيجي تشتري هترخص ده وده عن سعر الساده. يا خبر. كويراتك اذا كانت ايه؟ عجميه، اذا كانت عجوه، اذا كانت ملبن، اذا كانت ايه؟ عين جمل او فوزدو. تحمص كده يا لميس. اجيب المعلقه بتاعتي عشان انزل كل ذره من العسل. العسل الابيض ده صغير. بتحط لها مقدار قد ايه عسل يا شيخ؟ نص كوبايه زي الايه؟ البندق وزي السمسم وزي السميد. الله يا جمال. الله. اقلبها واسيبها تبرد والفها كويرات زي ما انت بتقولي صغيره. عشان نرجع ان شاء الله نعمل ايه؟ نحشي ونشكل وننقش ونفتل الكحك، وفي نفس الوقت نعمل ايه؟ كعك لميس. ايوه. لكن